أهلا بكم من جديد في متابعة لهذه الحلقة من بيروت اليوم. ضيفي النائب السابق دكتور إسماعيل سكرية ورئيس اللقاء الأكاديمي الصحي. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك. سلامات. يعني تم تشكيل أخيرا اللقاء الأكاديمي الصحي، أهميته، رسالته، شو وظيفته، شو أردته من خلال هذا اللقاء؟ اللقاء الأكاديمي الصحي هو جاء تلبية لنداءات متكررة لاستنهاض دور الجامعات في لبنان. مثل ما نعرف استفادي الجامعات لها دور أساسي، مش بس تحمل شهادة لحتى يفتش عن وظيفة بعدين أو يشتغل فيها، مفروض أنها تخرج قيادات اجتماعية تتمتع وعندها مناعة ثقافة مواطني، وهذا أنا كنت دائما حرض فيه الجامعات بهذا الاتجاه. فالتأم صار فيه بالتنادي وتشكل هذا اللقاء من خمس جامعات، ممثلي خمس جامعات أو يعني يعملون في خمس جامعات: الجامعة الأمريكية والجامعة القديس يوسف اليسوعية والال اي يو وجامعة بيروت العربية والجامعة اللبنانية طبعا، كلها مواقع قيادية أكاديمية بين العمدة وبين رؤساء أقسام وبين بروفيسورز أساتذة بالميدان الصحي تحديدا. والهدف مثل ما قلنا هو رفع صوت العلم، والعلم فقط لغة العلم، وبدءا رح يكون بداية المشروع من 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 الدواء وتحديدا تفعيل المختبر وقضايا الدواء بمعناها يعني كل تفاصيلها بلغتها العلمية البحتة التي لا تناقش. وهذا في لجنة هلا مصغرة عم تحضر لمشروع كامل متكامل للرقابة على الدواء. فهذا هو الهدف الحقيقي من لقاء الأكاديمي الصحي. طيب يعني عم تحكي انه لرفع الصوت بشكل علمي على السياسه؟ صح صحيح. رح اعطيك مثل كيف. رح اقول لك كيف استاذ فادي. يعني مثلا لحظه انا صار لي 24 سنه بحكي بالمختبر المركزي مثلا، مش هيك؟ صحيح. الهدف هو طبعا لما بالجامعات بتحكي في واقع معنوي علمي مختلف، هذا الهدف. يعني انت عم تحاول تحشد كل القوى الاجتماعية لحتى ترفع صوتها لتضغط ديمقراطيا على الدولة لحتى تطبيق قانون. هاي الهدف. يعني مش ما نحن عم نحكي بس، لكن يا دكتور للأسف ان القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص والقطاع الطبي هو عم بيصرخ على الحكومة حتى تطبق القانون على الأقل لناحية الصحة. شوف لحديت وين صرنا، خاصة نحن في ضوء مواجهة أكبر يعني جائحة قاتلة. وهلأ بدي رأيك بالسياسة التي تعتمدها الوزارة والقطاع الصحي في لبنان لمجابهة هذه الجائحة. هو الحقيقة يعني الكورونا اقتحمت ديارنا واقتحمت يومياتنا وحياتنا في وضع نحن نعيش يعني تقريبا سقوط الدولة بالنسبة لي. أنا في دولة عم تسقط منهارة. طيب إن كان على الصعيد السياسي الإداري وما يتطلبه من قرارات سياسية قوية إدارية تطبق لوجه الكورونا ولا مرجع لها، وإن كان على صعيد القطاع الصحي اللي أصلا مأزوم منذ سنوات ما قبل وصول الكورونا، مأزوم. وهذا ياما قلناه سابقا وبرهناه وكيف وبالإحصاءات وبلغته العلمية الموثقة. وصلت الكورونا ونحن مرهقين كبناء دولة وكقطاع صحي، وبالتالي مثلا كانت يعني المواجهة فيها كثير أحيانا من الارتباك، أحيانا من العشوائية، أحيانا من الارتجال. كان ما في كان قيادة موحدة، ما في قرار سياسي موحد، ما في قرار صحي حتى موحد علمي. صار في تحاصص مستشارين عند الرئاسات، صار في يعني تعدد مواقع علمية بتعطي رأيها، صار في لجان علمية مختلفة، وزارة الصحة بتعطي رأيها، بيصطدموا أحيانا ببعضهم، وبالتالي ما صار في تطبيق قانون دولي طبقه من بداية. مثلا المطار وإغلاق المطار بين هلالين سريلانكا، سكرت المطار شهور عديدة، هلا عندها مئات أخف منها بكثير الكورونا. طيب ما صار تطبيق حجر للي قادمين من برا يراقب، مش تتركوا يروح عضيعته ويقيم الأفراح والليالي الملاح. كله هذا بسبب أنه نحن ما نكابر، نحن نعيش زمن سقوط الدولة.
نحن عايشين زمن سقوط دولي، وهذا بينعكس على القطاع الصحي المأزوم أصلاً، واللي بالتالي واجهنا الكورونا بعقل وظيفي تقني استعراضي إعلامي أحياناً منا نحن كلنا، ما قصدي حدا محدد، كلنا سوا وبما في وسائل الإعلام استنفار. ليش عم تحط الحق علينا يا دكتور؟ ماشي الحال يا دكتور، ليش عم تحط علينا؟ ما نحن أول من أطلق الصوت في سبيل أنه الذهاب إلى استراتيجية صحية واضحة، سكروا البلد، سكروا المطارات، يعني قاموا الأيام اللي علينا، يعني آخر شيء رح يعملوا إخبار ضدنا لأن نحن عم نحكي أنه لازم تحطوا سياسة صحية واضحة. ما عم تحكي صحيح صحيح، وأنا مش هدع الكلام. طيب ما طالبنا أن يكون في سياسة صحية واضحة ومواجهة خطة واضحة، وهذا ما حصل ولم يحصل، وبالتالي عم نواجه بالمفرق، عم نواجه خبطة عشواء، عم نواجه تحولنا لعدادات أرقام. بنعد كل يوم قداش وده عدادات أرقام. خليني مرق شغلي أستاذ فادي. تفضل. الكورونا في لا صوت يعلو على صوت الكورونا بهالايام. نعم. مثل شعار ايام زمان، لا صوت يعلو على صوت المعركه. نعم. هلا لا صوت يعلو على صوت الكورونا، وبالتالي هذا لا صوت طمس ملفات الفساد اللي مفاعيلها لا زالت قائمه وراجع له، وعوم كثير اسماء كانت صامته ايام الفساد وانهيار القطاع الصحي، وبالتالي تحولنا لمجرد يعني هيك اوركسترا عدادي من عد اصابات ومن عد اموات والى اخره والى اخره. نحن بسبب تراكم الفساد مستشفياتنا الحكوميه مش بالمستوى المطلوب للمواجهه، بسبب تراكم الفساد المستشفيات الخاصه لا زالت بنسبه كبيره تتغنج وبتتهرب والى اخره، وبتربحنا مني بارقام هون زدنا سرير وهون زدنا سريرين والى اخره، وبتحسبهم وبتقرشهم وكما يجب والى اخره، كله بالنهايه خطط. المستشفيات الميدانيه بعد ما شفنا منها شيء بسبب الخلافات السياسيه يمكن وغيره وغيره ما بعرف شو، وبالتالي نحن نعيش ازمه ما في مناعه. الفيروس لما بيخترق جسم مناعته ضعيفه بيستقوي عليه، نحن مناعه الدوله ضعيفه جدا، مناعه القطاع الصحي لا زالت ضعيفه، ومع ذلك على الطريقه اللبنانيه الكورونا دخلت المحاصصه ودخلت لبننه، تلبننت الكورونا عنا، وبالتالي صار في عندك تعدديه بالاراء، تعدديه بالحصات، تعدديه بالخطط، تعدديه بالوعود الى اخره، يعني وبالتالي ما عندنا عم نواجه ولكن باسلوب كثير مش هو دون المستوى بصراحه. طب دكتور انت عم تقول انه في وسط الكورونا تم طمس ملفات فساد، في ظل كورونا عومت اسماء كانت غائبه في زمن سابق كمان خشيه من فضيحات فضائح فساد، يعني كمان بنرجع بنحكي انه هذه عناوين كبيره، هل هي هيك مجرد اتهامات؟ وشو عندك معطيات؟ هيدا ملف كبير جدا، يعني نحن صرنا من شباط الماضي رح صار لنا سنه ماشيين بكورونا، وقالوا خلينا نمدها حتى نقدر نعزز قدرتنا على مواجهه هذا المرض، ويبدو نحن بعدنا نزين نزول مش عم نقدر نواجهه. شو عندك معطيات؟ المعطيات مثلا لما انت بتستهلك سابقا من التسعينات مئات ملايين الدولارات، نعم، اجت لحتى تستنهض وتأهل القطاع الاستشفائي العام، نعم، وتبين انه بعده دون المستوى المطلوب، هاي لحالها معطيات، وهي معمول عنها اسئله نيابيه وموجوده بقصر العدل اذا بدك، يا ريت يحركوا لنا هالملفات بعشرات الملفات بقصر العدل. طيب بهذا المعنى، طيب لما انت باستمرار كانت مثاره قضايا القطاع الخاص وتجاوزاته، مثلا خليني مرق شغله كثير مهمه بهالايام، ارقام الوفيات الكبيره انا شخصيا بقول احد اسبابها جزء منها هي ضعف القطاع الاستشفائي بعضه طبعا، يعني عندك انت مستشفيات خاصه، تركني العام حالته معروفه، الخاصه كانت تصنف نفس لما تيجي لجان التصنيف كانت دائما تظبط الامور على الطريقه اللبنانيه تظبيط وشطاره، ويصنف انه عنده غرفه ثانيه فائقه عندها كل المقومات، وهي ما عندها المقومات كلها ويمكن نص المقومات ما، ويا ما صار اعمال الواحد بيستحي يحكيها، احدى المستشفيات المعروفه المشهوره دفعت 50 مليون بنهار واحد مره لحتى يشغلوا، جابت شركه شغلت لهم الاي سي التبريد
بالمستشفى، لأنه نهار اللي بدها تيجي لجنة التصنيف تأخذوا التصنيف الجيد راحوا من هون رجعوا المرضى عايشين على المراوح. هيدا مثل من أمثلة ما بدنا نروح الحل عليها ما بتخلص بكرة. هيدي كلها شو ولك أي إثباتات؟ ولك ما في تراكم جبال وكتب من الإثباتات يا أستاذ فادي. هذا كله مفاعيله لازالت بيّنت هلأ أكثر. صحيح الكورونا غطت لأنه طبل الكورونا حدث وضجيج وخوف ورعب اللي عامله بيغطي ما بيعود كتير إله عين الواحد يحكي بالماضي والفساد وغيره، بس ما المصيبة إنه مفاعيل هذا الماضي والفساد هي عم تحكي هلأ، إن كان بضعف عناية فائقة، إن كان بضعف قدرات بشرية. عندك كتير بالمناطق أنت مستشفيات لا تمتلك المقومات البشرية من طب أمراض رئتين وطب طب دكتور عناية فائقة وجهاز تبريد. لحضرتك يلي عم تحكي عنه كتير أساسي وكثير مهم، القطاع الطبي في لبنان سقط في هذا الامتحان الصعب، وحضرتك عم تحكي اليوم عم نسمع بعض المستشفيات عم يطلبوا ممرضين وممرضات، علما انه كان الممرضين والممرضات والجسم الاداري حتى بمستشفيات حكوميه كانوا عم يضربوا ويعتصموا انه مش عم يقدروا يحصلوا حقوقهم ومعاشاتهم، علما انه صرفت مليارات الدولارات والليرات على هذا القطاع. طيب هون وين المحاسبة؟ حضرتك عم تقول في شكاوى جدا، مين مطلوب اليوم انه يحاسب؟ شو عم نعمل؟ الناس عم بتموت على باب المستشفيات، شو المطلوب اليوم انه ينعمل؟ معلاه حتى لو الكورونا اجا طمس ملفات فساد، بس نحن نتيجة هيدي الملفات وصلنا لهون. نعم، المطلوب قرار سياسي وطني تاريخي هو بحجم الوفاق، يطبق قانون بحذافيره لمواجهة الواقع الصحي الصعب بمعزل عن كل الحسابات الأخرى السياسية والمحاصصاتية والتنفيعية وإلى آخره. للأسف الشديد هذا ما هو موجود، لأنه هذا ما بقدر طبقه لا أنا ولا أنت. هذا بده قرار سياسي وطني تاريخي، وحط 100 خطة تحت كلمة تاريخي، وبحجم الوفاق. ليش بحجم الوفاق؟ لأنه القطاع الصحي يختصر تركيبة النظام اللبناني بقواه السياسية وبطوائفه وبمذاهبه وأحزابه كله سواء إلى آخره، وبالتالي بدك قرار تاريخي شجاع يقول صحة الناس فوق كل الاعتبارات وهي صحة أهلنا كلهم، وبالتالي نزيح على جنب كل الخلافات والمقاييس الأخرى والحسابات والتنفيعات اللي وصلتنا لهون والنفاق والمسايرة وتجاوز القانون والإجرام إذا بدك وشهادة الزور من الصامتين، ومجلس النواب كان طويل الفترة الماضية بالموضوع الصحي شاهد زور، تبي مجلس النواب مجتمعاً طويل كلها مجتمعاً كان شاهد زور مجتمعاً شاهد زور كان كقرار كان شاهد زور، والدليل وصلنا لهون. كل الموضوع مثار من قبل، أثرناه بكل تفاصيله بكل ملفاته، في 50 ملف هلأ صحي بأصل العادي، في خلي تفضل يحركوا لنا شي ملف منهم لنشوف. هيدا لا انا ولا انت. طب دكتور ليش ممنوع الملفات الطبيه الفاسده تحرك في القضاء؟ حضرتك عم تحكي عن 50 ملف، يمكن من اي متى هودي ال 50 ملف؟ هودي ببلشوا من 98 للامس القريب، لا من شي سنتين. طيب يمكن من سنتين لليوم صار في يمكن قدن او اكثر. ليش ممنوع انه تفتح هذه الملفات يا دكتور؟ من الذي يمنع؟ سمي لي ليمنع انه هو اللي المفروض يفتحه القضاء. القضاء يقع تحت الضغط السياسي بمعظمه مرتهن للسياسيين، وبعض القضاء كمان داخل بلعبة الفساد وثقافة الفساد، وبالتالي مين اللي بده يفتح الملف؟ في كل ما في موضوع الا ما فتح الملف تبعه بالاول تفتيش مركزي وصل للقضاء بتلاقي بسحر ساحر جمد ووقف، لانه دائما الفساد في الخيمة الفوقة تبعيته هي خيمة سياسية قادرة. طيب دكتور قادرة. إذا ما نحط رقم لحجم الفساد والاختلاسات الأموال بالقطاع الصحي بلبنان، في رقم؟ أنا رح أعطيك مثلين بسيطين على السريع ومسؤوليتي. تفضل. بموضوع الفاتورة الصحية اللي وصلت تخطت $4 مليار السنة الماضية أو سنة 19-20، أنا دائما كنت أقول
انه 50% من فواتير المستشفيات الخاصه وكثير من اعمال المختبرات وغيره وغيره وكثير من تجهيزات الطبيه وغيره هي تضخيم ونفخ وتزوير، وبالتالي انت عم تحكي برقم مهول مرعب. يعني بال19 20 نسبه السرقه والفساد من مليارين دولار. انا رح بذكرك بقصة حصلت سنه 98. تفضل على السريع. لا مع الرئيس حريري الله يرحمه. شرف. على السريع ب 98 اتصل فيه مدير مكتب الرئيس حريري الله يرحمه، عايزك دولته. رحت، قال انت دائما عم تقول، من وقتها انا عم اقول انه 50% على القليله من فواتير المستشفيات منفوخه ووهميه وكذا، بتتحمل مسؤوليه هالكلام؟ قلت له بتحمله اذا مش اكثر. عود دخل على الاوضه الثانيه، سمعته عم يحكي الله يرحمه نقيب المستشفيات فوزي عضيبي، وفد نقابه المستشفيات. ايه. حكى الله يرحمه، حكى وخلص وشكى مثل هلا، وقلنا على الدوله ما عم تدفعوا له. قال له خلصت خلصت 50% بيمشي الحال، كتر الف خيرك وبيمشي الحال وكذا ومشي الحال. انتبه، معني حسوب قد ايه في مليارات. الدواء بس لمرق لك الدواء، هيدي حسبت الدواء انا. الدواء من سنه ال 97 لسنه الماضي في قفزت من 362 مليون دولار بال 97 فاتوره الدواء، لوصلت السنه الماضيه 2 مليار دولار. طيب 2 مليار دولار. انا حسبت ارباح شركات الدواء كانت على القليله 3 اضعاف وضعفين احسن وكذا، اخذت الحد الادنى اللي هو بس ضعف واحد. على شو استندت؟ استندت على شغلتين، استندت على وثائق كثير عرضناها يومتها وهذا، واستندت على مذكرات الرئيس إميل لحوت بكتابه بيقول لما كان قائد جيش، وبسبب الحمله اللي كنت عم نعملها ونقول انه اضعاف واضعاف، كان معهم 15 مليون دولار لشراء ادويه للواء الطبي بالجيش، ضغطوا على الشركات بسبب هاي الحمله، نزلوا المبلغ من 5 مليون دولار بنفس كميه الدواء اخذوها ونفس النوعيه، ووفروا 10 مليون دولار بنوا فيها مساكن للعسكر. حسبت انا اذا بس النص دبل هو اكثر، طلع معك حوالي 11 مليار دولار ربح شركات الأدوية عن غير وجه حق وغير. طيب اليوم في بعض الشركات، شركات الأدوية أيضا كمان عدا عن التهريب، كمان عم تحتكر، عم يعني مش عم تودي أدوية، في احتكار لأنواع كثيرة من الحليب الأطفال. هيدا شو يا دكتور؟ هيدا لأنه ما في، لأنه في دولة ساقطة فاشلة، ما في مين يحاسب يعي بالشو. اللي انذكر اسمه ما حذكره هلا، اللي هو محتكر حليب الاطفال، من اقدم، مش واحد يمكن، في كثير، ما هيك؟ من اقدم تجار الدواء بلبنان، واسمه شهير ومعروف، ولك هذا امبراطوريه، ولك له عين، له عين يحجز ويخزن كمان حليب اطفال وما حليب اطفال. ولك يا خساره، ما في، ما لك اي هل ضربوه زبط؟ بيضحكوني ضربوه زبط، يا ريت نعرف شو الزبط، شو الزبط اللي اعطوه اياه هلا، شو مثل زبط السيارة اللي بتاكله ولا شو، بعرف شو عطوه زبط. يا عمي باختصار نحن عم نعيش، وفي شركات يقال انه عطيوها انذار شفهي انه اوعى تعملوا هيك نزعل منكم. للاسف بخبروه قبل، كانوا يخبروهم قبل ما يروحوا يداهموا المخزن، هن راحوا مره عملوا مداهم، خبروهم قبل ما يروحوا المخازن عم مخزنه الادويه، عم يستفيدوا من المدعوم ويبعتوه على العراق وعلى ليبيا وعلى الدول العربيه، ووصل عفريه بالاخير لحتى يقبضوا بالدولار. شو بدك جرائم اكثر من هيك؟ طيب دكتور، سؤال اخير عن اللقاح. اليوم كل الناس ناطره اللقاح، نحن ابتداء من هذا الشهر قد بدا توصل كميات يمكن 20 او 30 الف. كيف يعني هون الدوله، القطاع الصحي الرسمي كيف بده يتعاطى وكيف عم يتعاطى مع اللقاحات؟ هلا نحن طبعا عم نتابع مقررات الدوله، وزاره الصحه واللجنه العلميه وغيره، انه حيبلشوا بالقطاع الصحي والمسنين وما المسنين والى اخره. طبعا نحن اول شيء تاخروا بالموضوع، وما بدنا نفوت ليش التاخير وكيف. ثانيا ان شاء الله تتطبق الامور كما يجب، ما يصيبوا مثل لقاح الانفلونزا اللي اختفى وما عاد حدا لقاه بالهين. وثالثا وهو الاهم، انه انا بحب سجل عندك موقفي، تفضل، انه انا لن اتلقى لقاح الامريكاني فايزر وموديرنا. لا يا دكتور، انا ما حاتلقى، وانا رفع بالجامعه الامريكيه قلت له ما ترفعوا لي اسمي. ليه؟ لانه انا عندي علامات
استفهام ومخاوف من هذا اللقاح المشفر جينيا. ما شو بيترك اثر فيما بعد؟ هني ما ردوا عليه بشكل واضح وقالوا مش مضمون لبعد. اي لقاح يعني اليوم حضرتك بدك تنصح انه يعتمدوا هون؟ يعني ما يعني حضرتك تتحمل هذا رايك بالنهايه، علما انه الفاكسين اكيد يعني ما بعد ما اخذ الابروفل. تفضل. اكيد انا ما بلزم حدا بشيء، انا بعطي رايي الشخصي. نعم. انا لن اتلقح. نعم. من فايزر وموديرنا. من نعم. اولا نعم. اي شيء مشفر جينيا. هلا اللقاحات الاخرى من صيني وروسي وجونسون وغيره هي اسلم وامن، بمعنى تقليديه بتقدم لك الفيروس مقتول مش حي وبيجي بيلعب لي بالجينات على طريقته وبيفرض المعركة جوات الجسم تبعي. طيب، لكن هذه بعد ما أخذت الأبروفل، يمكن الصيني بعده في إطار في مرحبا. في إطار مرحبا. الأبروفل يا أستاذ فادي، مهم هذا السؤال. الأبروفل أبروفل سياسي بالدرجة الأولى. الأردن أخذ لحاله أبروفل، يعني منظمة الصحة العالمية. الدول أي منظم بلا منظم ولا بطيخ جابوا اللقاح وما حدا قال له لا زعلت منظمة الصحة العالمية، بس نحن مشكلتنا مشكلة تانية لحالها بدنا حلقة. العلم كيف ماشي، كيف منخرط بإطار عقل تقني فني بالمطلق. شو بتحكي منظمة الصحة؟ لعلمك منظمة الصحة العالمية ما فيه داخلي بالفساد كمان، يعني شو مستغرب انت كتير؟ نعم. طب ليش بلبنان ما رح يجيبوا الصيني بس الموديرنا والفايزر سوفار لحديت هلأ؟ إيه الصين ما تحمست تعطينا لأنه دولة لبنان العظيمة ما بتعترف بالصين أصلاً بالسياسي وبالعلاقة، مش معترفين بالصين. علما أنه نحن مزعوجين الصينيين منا ومن مواقفنا العديدة، لذلك حكيوا معهم قاموا ما قبلوا لحد هلأ رفضوا. هلأ بعد ممكن يعني في نية في إرادة لبنانية أنه نجيب الفاكسين الصيني أو الروسي أو غيره؟ في 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 يعني حسوا انه اكبر خطا كان انه ربطونا بجهه وحده بصرف النظر فايزر او غيرها، بس انه الربط بجهه وحده بحطك تحت شروطها وحطت شروطها، ما حدا مني مسؤولي بعدين شو بصير وما شو بصير والى اخره. كان التنوع مطلوب وانا علقت عليه من اول، وهذا انه التنوع مطلوب يعطيك حريه حركه، ليش انت بدك تربط حالك بشركه وحده؟ طيب قبل ما انهي هذه الحلقه هذا اللقاء معك دكتور، بعد عندي دقيقتين، نحن اكيد نحن بازمه كورونا، الاستراتيجيه اللي تاخرنا حتى وضعناها مثل ما حضرتك عم تقول بدها تصحيح، وين رايحين؟ اي متى رح نخلص؟ هيك بنظرتك العلميه الطبيه نخلص نحن هون كلبنان يعني عم تحكي؟ نعم اكيد. انه نخلص بالمطلق ما في شيء اسمه نخلص، لعلك كيف. نعم. يعني عندي بعد يا دكتور. ايه يمكن قلنا بدها قرار سياسي وطني كبير يطبق، يحط قياده موحده، تطبق خطه ان كان توازن بين الحاجات الاقتصاديه للناس وبين التباعد والاقفال نسبيا من وقت لاخر الى اخره، حركه المطار، حركه الموانئ، حركه كذا، هذا تفصيل ما بقى يخلص بالدقيقه، بدك هيك قرار ضخم ينعمل. ولكن انا اخشى ما اخشاه، وان شاء الله ما نعمل حلقه بالربيع انا وياك نقول انه رجعوا يفرخوا لنا شيء فيروس ثاني متحور يكون بده غير لقاح كمان. ان شاء الله نعمل حلقه قبل الربيع يا دكتور. قبل الربيع اكيد انا بس مش ضروري على هذا الموضوع. لا اكيد انه مواضيع كثير نحكي فيها. انا قريت عندكم حاطين انتم على الام تي في على الشريط تحت انه 15 مليار دولار راح تحصد الشركه من اللقاحات لعام 2021 فقط. انت تدعو لجنه كورونا الى سؤال اخير دكتور، تدعو لجنه كورونا الى تمديد الإقفال؟ لا أنا مع أنا محل وسطي، لا تمديد بالمطلق كما هو، لأنه فعلا في ناس مخنوقة بكل معنى الكلمة، والخنق هذا عم يستغل مثل ما حصل بطرابلس، عم يستغل بالمعنى السياسي والأمني، وبذات الوقت مش مفتاح ونفلش مثل ما بدك كمان. لا يعملوها تدريجيا، يحطوا اولويات، يحطوا قطاعات، شغله الدوله ما بعرف يعني. انا بدي اشكرك دكتور اسماعيل سكري رئيس اللقاء الاكاديمي الصحي، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا انتهى البرنامج، تابعونا دائما على مواقع التواصل الاجتماعي، الى اللقاء.